إننا عندما ندافع عن الوحدة اليمنية، إنما ندافع عن اليمن الكبير، اليمن الكبير الذي لن نسمح لأحد أن يفصل لنا مقاسه، اليمن الكبير الذي ندافع عنه ونناضل من أجله. هو يمن متعدد متنوع يحترم فيه الأفراد ومعتقداتهم، تتقاسم فيه الحكومة المركزية والأقاليم صلاحيات الحكم بما يسعد المواطنين وبما يجعل الدولة قادرة على أداء وظائفها دون تقصير. نعم، اليمن الذي نناضل بشجاعة لتحقيقه هو يمن ليس فيه أفضلية لأحد على أحد، الجميع متساوون أمام القانون، لا تمييز ولا عنصرية ولا مناطقية. هذا هو اليمن الذي نريده،